بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم فيها عن مصطلح جميل جدا اسمه الجافا سكريبت أوبريتورز. في تعريف البرمجة ببساطة قلنا أنك يكون معك داتا من نوع معين بتبتدي تجري عليها عمليات معينة علشان تطلع بنتيجة معينة. الكلام ده كله ما بيخلقش من اوبريتورز. يعني ايه؟ يعني العمليات لازم ان يكون ما بينهم وبين بعض ارتباطات، لازم ان يكون في وحده عضويه، لازم ان يبقى في حاجه تربطهم ببعض. النتائج نفس القصه، مساله ادخال الداتا لازم ان تتم بترتيب معين ويتم الربط ما بينهم. ده بالظبط محور حديثنا في حلقه اليوم، جافا سكريبت اوبريتورز، او ما نطلق عليه ممكن نقدر نقول عليه بالترجمه العربيه مثلا مصطلح معاملات الارتباط. طيب جافا سكريبت فيها مجموعة من الأوبريتورز اللي تقريبا هم فيهم مشهورين في كل لغات السكريبتينج لانجوج أو لغات البرمجة، وإحنا عارفينهم كويس خالص. أول نقطة بتكون عبارة عن assignment operators أو معامل إسناد القيم، نقدر نقول عليه معامل إسناد القيم اللي هو الأوبريتور يساوي. طيب يساوي قصتها سهلة ما فيها أي مشكلة، خلينا نفتح بس الكود تبعنا والبراوزر. انا هعمل ايه يا جماعه؟ انا كنت منوم السطر بتاعي خالص، فكاتب var a بيساوي 5. ببساطه شديده جدا فكره الاوبريتور يساوي او معامل اسناد القيم يساوي انه اذا كان عندك مثلا متغير زي ال a ده، تمام كده، ده variable، ده بيكون على شمال الاوبريتور يساوي معامل اسناد القيم. حلو. حاجة تانية بتكون على يمين، يبقى الأوبريتور يساوي بيبقى على يمينه في حاجة وعلى شماله في حاجة تانية. اللي على شماله بيكون الحاجة اللي احنا عايزين نسند لها القيمة اللي على اليمين. حلو. يبقى الحاجة اللي على اليمين راح يتم إسنادها للمتغير اللي موجود على الشمال. بمعنى إيه؟ بمعنى إنها راح تتحط داخل الكونتينر بتاع الفاريبل ده، يعني على المثال ده يعني الخمسة راح تتحط داخل الكونتينر بتاع الفاريبل A دلوقتي. حلو كده؟ جميل. فانا لو عملت كنترول اس هلاقي اني طبعا انا ما عنديش دوكيمنت دوت رايت، خليني استخدم اي دوكيمنت دوت رايت من فوق، هاخدها بكنترول سي واحذف الكلام ده واكتب الفاريبل ايه تبعي واعمل كنترول اس، هلاقي اني القصه اني الناتج بيطلع عباره عن 5. بالمناسبه الكومبوننت او الباكج اللي انا مستخدمها علشان تعمل ريفرش بشكل تلقائي موجوده في موجوده يا جماعه في اتوم. لو الناس بتستخدم اتوم لو انتوا عايزينها يعني، هروح على قائمه فايل وهعمل سيتنجز، هروح على سيتنجز ومن سيتنجز هنزل على باكجز، ومن باكجز هبتدي اسرش على حاجه اسمها لايف اتوم لايف سيرفر. اهي يا جماعه حضراتكم تكتبوا كده عندكم اتوم لايف سيرفر، اتوم لايف سيرفر. خليني انا اكليك عليها واحاول انسخها لحضراتكم، اتوم لايف سيرفر باكج او اتوم لايف سيرفر، بس تاخدها بكوبي وتسرش عليها جوه القضيه ديت، فتبتدي انت تعملها برضو انستول، فهتنزل معاك وبعد ما انستولها هتروح على باكجز، واول واحده هتلاقيها اتوم لايف سيرفر هتعمل لها ستارت، هروح فاتح لك البراوزر اللي انت موجود فيه ويشغل لك الكومبوننت دي، فهي تعمل لك حفظ بشكل تلقائي بمجرد ما ان حضرتك تضغط على كنترول اس، فهتلاقي انها بتعمل ايه؟ ريندر او بتعمل ريفرش بشكل تلقائي ليها. طيب نرجع لموضوع السيشن مره ثانيه. ده بالنسبه لاول نقطه خالص اللي بتكون عباره عن الاوبريتور يساوي معامل اسناد القيم الاساينمنت اوبريتور. حلو. الجانب الثاني معانا بيكون عباره عن الارثمتيك اوبريتورز، معاملات الحسابيه اللي هي بتكون معامل الجمع والطرح والمالتيبليكيشن والديفيجن، معامل الجمع والطرح والضرب والقسمه. كعاده اي سكريبتنج لانجوج او اي لغه برمجه بيكون فيها المعاملات دي. طيب المثال اللي معانا في بمنتهى البساطه احنا هنعمل ايه؟ طيب عايزين نمثل كده بني عندي فاريبل A واخد القيمه 5 والفاريبل بي واخد القيمه 4، اول والفاريبل سام، الفاريبل سام ده موجود فيه الاي زائد البي، فانا استخدمت معامل ارتباط زائد، وده معناه ان ايه يا جماعه؟ وده معناه اني انا عايز اضيف على الفاريبل ايه القيمه بتاعت الفاريبل بي، فهربط ما بين الاثنين دول مع بعض باستخدام ارثمتيك اوبريتور زائد. فبالتالي لو انا صحيت السطر ده دلوقتي
وشلته وعملته كنترول اس، هلاقي الناتج بيكون عباره عن 9 اللي هو حصل جمع الخمسه والاربعه. هنقوم السطر ده ونجرب المره الثانيه السطر الثاني بالسبتراكشن معامل الطرح، هلاقي الناتج 1 5 ناقص 4. نقوم السطر ده ونجرب المالتيبليكيشن، في المالتيبليكيشن بستخدم الاشترسك النجمه، فالنجمه بتضرب لي الخمسه في الاربعه. هنقوم السطر ده ونصحح السطر الاخير اللي هو كله حصل كنترول اس الديفيجن 1 و25 من 100. وحضرتك عارف ان الجافا سكريبت بتدعم مساله ايه، العلامات العشريه لمدى بعيد او لمسافه بعيده. ده بالنسبه للجانب الثاني بالنسبه للاوبريتورز او الارثمتيك اوبريتورز. خلونا ننوم او نكومنت الكلام ده كله، وعايزين نقول معلومه او عايزين نقول نقطه يعني ربما تكون مهمة. النقطة ديت كانت خاصة بالجبرا رولز، الجبرا رولز، وده البند التالت اللي احنا عايزين نتكلم عنه في حلقة اليوم. الجبرا رولز في جافا سكريبت زي برضه زي أي لغة برمجة بتمشي بقواعد الجبر العادية، قواعد الجبر الطبيعي بتاعنا احنا. يعني ايه تقصد؟ لو أنا صحيت الكومنت ده وفي المثال تبع يا جماعة أنا معرف تلات متغيرات فار A و B و C، حطيت في A 5 وفي B 4 وفي C 2، وبعدين رحت عمل var result، result ده دلوقتي هحط فيه A زائد B multiplied by C، يعني ال B وال C والاثنين ما بين أقواس، وأنت عارف إن في معاملات الجبر المنطقي ما ينفذ الأس أولاً، وبعدين ما بيدخل الأقواس ثانياً، وبعدين عمليات الضرب والقسمة الأولوية، بعدين عمليات الجمع والطرح الأولوية أخيرة، كده يعني، دولت اللي هم القواعد الأساسية بتاع قواعد الجبر، وفي غيرهم طبعاً كتير، بس القصد منها إن نقول لحضرتك إن الجافا سكريبت بتدعم الكلام ده، فبالتالي هو هيحاول ينفذ اللي جوه الأقواس أولاً ال B وال C، فبالتالي هيضرب الأربعة في الاثنين ويطلع لي باثنين في أربعة في ثمانية، يضيف عليهم الخمسة ثمانية وخمسة، المفروض يطلع لك 13 لو أنت صحيت السطر النايم ده وعملت كنترول إس، فالناتج هيطلع لك 13. حلو، لو نومت السطر ده وحاولت تجيب القصة معكوسة، عملنا إيه في القصة دي؟ رحنا عاملين A زائد B، فبالتالي هيجمع الخمسة والأربعة يديك 9 ويضربهم في السي، فتسعة واثنين يدي لك المفروض 18، فالناتج هيطلع معاك 18. يبقى الاستنتاج اللي إحنا استنتجناه من القصة ديت ان جافا سكريبت داعمه لقواعد الجبر العادي، قواعد الجبر العادي في جافا سكريبت رياضيا طبعا هي ايه داعمه للجانب ده. الفكره الثالثه اللي احنا عايزين نحكي فيها او الفكره الرابعه تقريبا كده الشور ذان ماث، قواعد الجبر ما فيها قواعد بدل الامر ده للبرمجه بشكل مش مالوش دخل بالرياضه اقصد او بالمنطق الرياضي، راح نتكلم عن الاختصارات الشور ذان ماث. طيب ايه الفكره؟ الفكره بمنتهى البساطه لاننا شغالين على فاريبلز، بمناسبه ان احنا حكينا في موضوع الفاريبلز، فهيكون يعني حاجه جميله اذا اجريت عمليه حسابيه معينه على متغير معين وبعدين حفظت الناتج، ده امر منطقي وبيسال عليك حاجات كتير. ففي بدا ايه؟ في عندك طريقتين تقدر تتعامل بيهم على المنطق ده. المنطق العادي او الصيغه العاديه فيها بنعمل ايه يا جماعه؟ فيها الراجل ده بيقول لك بص انا عرفت متغير سميته ايه؟ الناس معايا؟ انا معرف متغير وسميته ايه؟ خلونا نقوم السطر ده برضه. ايه يا جماعه؟ في القيمه 5. فمن انا رحت عامل ايه بقى؟ انا عرفت فار ايه واسندت قيم، رحت مستخدم بعدين هشري عمليه حسابيه بقول ايه بيساوي ايه زائد 4، ايه نفسه اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن 5، فبالتالي ايه هيساوي كام دلوقتي؟ ها المفروض 5 زائد 4 الفاريبل ايه يكون في كام دلوقتي؟ المفروض يكون في 9. لو انا عملت كنترول اس، وانا طبعا مش مستخدم دوكيمنت دوت رايت، فانا هستخدم دوكيمنت دوت رايت على القصه دي، ادي الكنترول سي تحت تحت اللونج دي واعمل لها كنترول في، واشيل بقى الكلام دوت واعمل كنترول اس، فهيديني ايه؟ 9. صح كده؟ دي قيمه ايه؟ يعني انا على نفس السطر الواحد يعني انا اجريت عمليه حسابيه، فكده ايه دلوقتي في كام؟ في القيمه 9. ديت بنسميها اللونج فورم فيرجن او الامر الطبيعي يعني. ماشي، جافا سكريبت بقى سبورتد لحاجه اسمها الشور ذان فورم، انك بتحاول فيها تستخدم زائد يساوي. زائد يساوي، طيب صلي بينا على النبي كده وبسيطه خالص الفكره بمنتهى البساطه. زائد دي معناها ايه؟ ادي انت عندك ايه؟ ده ايه؟ ده الفاريبل. انا ما يهمنيش الفاريبل، انا يهمني دلوقتي ايه؟ القيمه اللي جوه من الفاريبل اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن 5. حلو كده؟ جميل خالص، خلونا ننوم برضو السطر ده. فانا عندي دلوقتي الايه في قيمه كام؟ في القيمه 5، فدي معاك هنا ده ترجمتها انها عباره عن 5. زائد دي معناها ايه؟ معناها ان انت عايز تضيف على الفاريبل ايه، على الكونتنت ها اللي موجود في الفاريبل ايه. حلو، عايز تضيف كام بقى؟ عايز تضيف عليه 4. حلو، يبقى الزائد دي معناها ان انت عايز تضيف على قيمه الفاريبل ايه ها
القيمة 4. طيب واليساوي دي معناها ايه؟ معناها ان الفاريبل بعد الاضافة عليه اللي هو القيمة بتاعت الخمسة، ها القيمة بتاعت الفاريبل ايه؟ 5 دلوقتي، ضفت عليها 4 كده بقت كام؟ بقت 9. الزائد اليساوي اللي جنب الزائد معناها ان انت عايز كده تطلع بالمتغير ايه بعد ما تضاف عليه الخمسة، القيمة بتاعته تبقى كام؟ تبقى الناتج النهائي اللي هو محصلة الجمع بتاع الاثنين اللي هو كده المفروض يكون عبارة عن كام؟ عبارة عن 9. فنجرب كده، هي الطريقة الاولانية ديت ما فيها مشكلة، هتشتغل معانا بشكل عادي وجربناها احنا، لكن لما نشيل دي وبرضه نصحح السطر البرمجي ده ونعمل كنترول اس، فنلاقي الناتج برضه 9، يعني الصدور كلها نايمه ما عدا ده. يبقى ايه زائد يساوي 4؟ ده معناها ايه بمنتهى البساطه؟ الفاريبل ايه القيمه اللي في المخزن ايه؟ ها انت عايز تجمع عليها، ها مش بس كده انت عايز تجمع، والناتج اللي هيطلع معاك تشيله في المتغير نفسه ايه. فعشان كده ايه انت بدل ما تقول زائد ايه تاني هتقول زائد يساوي. ليه للاسف؟ ليه يعني؟ لان بمنتهى البساطه الزائد واليساوي مرتبطين بالايه، فانت مش هتنفع تسيب الايه لوحده. اللي انت عايز تقول انا عايز اضيف القيمه 4 وعايز المتغير ايه يساوي الرقم بعد ما ضفت، فبالتالي انت بتحط الاثنين في النص ما بين الرقم اللي انت عايز تضيفه على المتغير وبين قيمه المتغير النهائيه. فزائد يساوي معناها ان انت هتشيل المتغير القيمه 4 وهتحط وهتساوي بيها، مش بس كده يعني ديت القصه بتاعتك. فالفاريبل ايه دلوقتي هو عباره عن ايه؟ 9. حلو كده. فديت اسمها الشورزان فيرجن. هي مش بس بتبقى زائد يساوي، ممكن تبقى طبعا حاجات كتير. خلينا ننفذ مثلا حاجه ثانيه غير زائد يساوي. ادي مثلا انت ممكن نقول ايه ناقص يساوي مثلا 2 كده. انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تطرح من الخمسه 2 حلو وتشيل الناتج في المتغير ايه. يبقى 5 ناقص 2 3، يبقى المتغير ايه دلوقتي المفروض يكون فيه كام؟ 3. حلو جدا. ممكن برضو تنفذها على ايه؟ اند انتر على ايه؟ ملتيبليكيشن يساوي ضرب يساوي، وهتضربها مثلا نقول في 4. ويعني معناها ان انت عايز المتغير ايه؟ القيمه اللي فيه دلوقتي كام؟ القيمه اللي فيه 5. خد بالك عشان انا منوم الصدور اللي فاتت دي كلها، عشان ما تقوليش ده ايه قيمته اتغيرت. لو انا صحيته يبقى قيمته اتغيرت، لكن انا ثابت على الفاريبل ايه اللي قيمته دلوقتي 5، وهوضح المفهوم ده خلال لحظات. يبقى ايه دلوقتي بتساوي كام؟ ايه دلوقتي قيمتها ب5، فانا عايز اعمل فيها ايه؟ انا عايز اضربها في 4 واحفظ قيمتها. يبقى المفروض ان الفاريبل ده يكون فيه كام؟ 20. ممتاز، جميل خالص. ونفس السيناريو على المالتيبليكيشن لو انت عايز نطبقها، بس انا مش راح نطبقها، نسيبها لحضرتك كبروفا يعني تحاول تشتغل عليه. ده بالنسبه للجانب ده بخصوص الشورزن، وده امر جميل وسهل. مش بس الجانب ده، عندنا نقطه جميله خالص اخيره اسمها اليوناري اوبريتور. طيب اليوناري اوبريتور ده شيء جميل جدا ورائع وبسيط. معنى اذا انت معاك قيمه عايز تزود عليها 1، ها عايز تزود عليها 1 او تطرح منها 1، في طريقه سهله خالص اسمها اليوناري اوبريتور. يبقى عايز تزود 1 او تطرح 1، في طريقه اسمها اليوناري اوبريتور. طب اشمعنى الواحد؟ الواحد ده هيفيدك في حاجات كتير جدا، والواحد عنصر مهم جدا يعني خد بالك منه. وديت بس هيجي دورها في التطبيق، يعني مش ممكن يكون انت حاسس انها ملهاش دور دلوقتي، بس صدقني دي لها دور مهم جدا جدا جدا. فين؟ في التطبيق، هيبان معانا بشكل كبير اكتر يعني. طيب حلو، انا معايا فار ايه بيساوي 5. خليني برضو ننوم السطر ده، هم ننوم اسف هم ننوم السطر ده. معايا ايه الفاريبل ايه قيمته بكام؟ ب5. حلو، فانا ممكن لو انا صحيت السطر ده عندي ايه بيساوي ايه زائد 1. انا لو عايز ازود 1 هقول ايه بيساوي ايه زائد 1. فلو انا عملت كنترول سي على الامر ده اند انتر ونشطت دوكيومنت ترايت، فانت عارف ان هو كده الناتج هيكون عباره عن ايه؟ قيمه الخمسه زائد 1، يعني المفروض يطلع الناتج كام؟ 6. منطقي، حلو خالص. الطريقه ديت يا جماعه اللي هي بتكون عباره عن اللونج، بيسموها كده اللونج فورم فيرجن، الطريقه الطويله. لكن الطريقه اللي مش طويله اللي هي الشورزن المختصره زي اللي احنا كنا شغالين عليها اسمها ايه؟ بتحاول فيها تستخدم الطريقه دي A بلس بلس وتعمل انتر. طيب A بلس دي معناها ايه؟ معناها ان انت عايز تجمع، البلس الاولانيه معناها ان انت عايز تجمع، حلو. وانت ابتديت بمين؟ ابتديت بالA، يعني انت هتجيب قيمه الA دلوقتي اللي هي كام؟ دلوقتي كده قيمه الA ايه؟ ها دلوقتي قيمه الA طيب انا لو ماشي حاضر، خليني انوم السطر ده يا جماعه. قيمه السطر قيمه الA دلوقتي كام؟ 5. حلو، يبقى انت هتبتدي بالخمسه، تشيل A وتحط مكانها ايه؟ 5 زائد معناها ان انت عايز تضيف على قيمه الA
حاجه الزائد الثانيه معناها ايه؟ معناها انك عايز تضيف على قيمه الايه رقم واحد، خلصت كده؟ لا، وتخزن الاضافه دي في الفاريبل ايه. فانا لو دلوقتي عملت دوكيمنت ترايت ايه معناها ايه؟ هيطلع الناتج ايه اكسبكتد. طبعا انت انت معرف المتغير ايه بخمسه، وعايز تضيف كده المتغير ايه قيمه واحد وتطبعها في المتغير ايه، فبالتالي يطلع الايه دلوقتي بكام؟ بسته، اللي هو الخمسه زائد الواحد، وجمله الطباعه طلعته لك. حلو، هم بقى نعمل دبل كيوتس وهم برضو ننوم السطر ده. ومش بس هي بتشتغل على 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 بلس بلس، ده ممكن كمان تشتغل على ايه يا جماعه؟ على ايه؟ ماينس ماينس، ونعمل انتر، ونعمل اقصد السيمي كولين اللي هننهي بيها السطر البرمجي. فبالتالي انت كده عايز تطرح كام؟ واحد من الخمسه. لو انا عملت كنترول اس من قيمه الايه بيديني الناتج كام؟ اربعه. نفس السيناريو راح يحصل يا جماعه لو انا عملت ايه؟ لو انا نومت عملت بهوم ودبل مش عارف ايه ونزلت انتر، وحاولت اقول لحضرتك انها ممكن تمشي بشكل معكوس، يعني بلس بلس ايه. والفرق ما بين الخط اللي فوق واللي تحت، الفرق ما بين الاثنين ان مساله بروسيجر او ترتيب الخطوات. هنا انت هتحاول زائد الاولاني دي معناها الواحد اللي راح يتضاف، وزائد الثانيه ديت معامل الارتباط على قيمه الايه، يبقى الفرق ما بين الاثنين. وفي فرق ما بين الاثنين ممكن ما يبانش دلوقتي، بس المساله في ترتيب خطوات. هنا انت بتاخد قيمه المتغير وتضيف عليه واحد، هنا انت بتضيف واحد على قيمه المتغير. في فرق ما بين الاثنين، في فرق ومش هيبان دلوقتي. تمام، فكده انا هعمل كنترول اس هلاقي الناتج 6، قيمه المتغير 5، وانا ضفت عليه ايه؟ وانا ضفت عليه 1، فبيجي قيمته 6. نفس السيناريو اللي انا عملت ماينس ماينس ايه، فبالتالي انت عايز تعمل ايه كده؟ انت عايز تطرح من قيمه المتغير ده 1. حلو، ولو انا عملت كنترول اس يا جماعه تفتكر الناتج هيطلع ايه؟ ها ادي كنترول اس، الناتج 5. منطقي. ليه يا عم 5؟ ما المتغير قيمته 5 يا عمي. ابوس ايدك ركز، انت مستخدم الشورزن علشان تعمل خطوتين، مش بس تجري العمليه الحسابيه. الشورزن ميثود بتجري لك العمليه الحسابيه وبتخزن لك الناتج بتاع العمليه الحسابيه في الفاريبل ايه. فدلوقتي انت ضفت على الايه 1، انت عندك قيمه الايه كانت 5، رحت ضايف عليها 1، ودلوقتي رحت طارح منها 1، فبالتالي هترجع لاصلها 5، فالاثنين دول بيلغوا لي بعض. ده بالنسبه للاوبريتورز بشكل سريع، حبينا نحكي عنهم قبل ما ندخل على الامور اللي جايه. يا رب نكون افدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.